ولد خالتي اش غادي نقول لك؟ قبل ما نقول لك كيفاش توفى من ماشي غادي نشكروا لك ولا الساكنه ديال انسكان كلها كتعرفوا من اطهر الناس ومن انقى الناس لا في التربيه لا في الاخلاق لا في اي حاجه ديما مبتسم. الطريقه باش تغتال راه الناس كلشي شاهدين وكيعرفوها. هابط هو مع الزنقه تلقى واحد مضارب مع واحد جر هو الدري الاخر ولد الدرب قال لي نزل فحالك وهو ينزل وهو يقول لي هذاك اللي قتلو قال لي علاش انت ما تنزل قال لي بلا ما هضر معاه ما والو. ولا بغيت نزيد في شي اضافه اخرى من عندي انا كنستنكر بعدا وزاره الصحه على 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 المستشفى ديال انسكان. نعم تم المشكل الكبير المشكل الكبير من بعد ما مشى للمستشفى وقبل كاع ما يمشي اي واحد كيمشي من مدينه انسكان للمستشفى ديال انسكان كيلقى لي ستاجير هما اللي كاينين سنين متعدده هذا المشكل هذا كاين. المستوى الليل بزاف كيكونوا لي ستاجير ما كتلقاش الطبيب عندهم واحد البرا اللي دخل كيضربوا عليه بحال كيعتبرونا بحال الفيران. كنستنكروا هذا الشيء وكنستنكروا بزاف هذا كان ممكن مادام انه مشى على رجله حتى للسبيطار ممكن مشى على النص ديال الطريق تقريبا ضربه على رجله ودخل للسبيطار وكون كاين الطبيب وكاين امكانيات في السبيطار كان ممكن. هو المكتب ديال الله الا كان غادي غادي يقبض الله الروح ديالو راه كيتسمى القدر والاجل. ولكن بالنسبه للامكانيات وكيف كنقول لك كتدخل تما ما كتلقى لا طبيب لا فرمليه كتلقى لي ستاجير وكيطبوزو وكنستنكر الامن ما كاينش في انسكان. الامن دابا الزناقي ديال انسكان كلهم عامرين حشيش وفانيد وشرب كلهم كل درب كنعقلوا واحد الوقيته فاش كنا صغار كانت هذه الدائره دي كتلقى واحد تاجر ديال المخدرات. دابا الدرب فيه 70 متر وكتلقى 7 8 ديال التجار ديال المخدرات وهاد الاقراص المهلوسه هذاك سبب رئيسي. هذاك بعد مقرقب هو كان الفانيد اللي قتلو والفانيد كيتباع هنا في الدرب وكيتباع في نزكان معروف. والامن ما كاينش الامن راه الناس هنا عندنا في الحي ديال انسكان هنا هذا السيكتور كامل المدينه القديمه ما كينعسوش ليلا والله الليل ما كينعسوش لانه عينا بالشكايات عينا المخزن ما كاينش كيجي في الليل ل 11 الليل ما كيدخلش ليك ما كيدوز غير من الشارع غير باش يشوفوه. حنا كنستنكروا هذا المشكل اللي كاين في النصر ساخطين هذا الوضع راه ما عاجب حتى واحد. هذا الشيء لا حول ولا قوه الا بالله هذا منكر. هي موت الفجعه كتكون هي ما تقبلناش ولكن كاينين الاسباب كاين الاسباب السبب ديال الموت ديالو كاين من موراه اسباب عاود ثاني كيف ذكرت لك شدو سيدنا باش يتدخل لهذ المدينه ديال انسكان. مدينه انسكان القديمه راه مكرفصه راه الناس ديالها راه ان لله وانا اليه راجعون. ما نقدرش نعبر وكنستنكروا هاد الاساليب اللي كاينه في المستشفى ديال انسكان وحسبنا الله ونعم الوكيل. الام ديالو كاينه في الكلينيك دابا الحاله ديالها ما عرفناهاش كي داير. اخوه كاين في الكلينيك اختو ما عرفناهاش واش بالعقل ديالها دابا ولا لا راه قبيله وقت اللي كنتو كتسمعوا الغوات ديالها. حنا كنشدو سيدنا يتدخل لهذ المدينه ديال انسكان. كاينين الناس اللي بغاو يخدموا الا ما بغاوش هاد الناس يخدموا كاينين الناس اللي كاينين طاقات كاينين شباب كاينين الناس عندهم افكار ماشي غير اللي جا شد المنصب ولا الكرسي بدا يطبوزا ويمشي يصرف العالم كامل ويخلينا حنا عايشين بحال القانون الغابة القوي ياكل الضعيف. هذا الشيء راه غتجي واحد النهار غادي يجي الحد ديالو. كنناشدو سيدنا باش يتدخل البلاد كلها مشاكل. انا كنهضر على انسكان كلها مشاكل. كنناشدو سيدنا باش يتدخل في ثلاثه النقط مهمين التعليم والصحه والامن. كنناشدو جلاله الملك محمد السادس يتدخل.